تارك هارد شباب معكم شركية وشركة كيف جاكم فيديو جديد. بدري يوم شباب دمعت وانا قاعد اسويه، والله بدون كذب فعليا دمعت وانا قاعد امنتج الفيديو. طبعا مثل ما بتعرفوا قصة الزومبي قصة الايثر خلاص انتهت الى الابد. الكاتب نفسه قال انه ممكن نشوف شيء بنفس العالم، بس بالنسبة لبرمس التيمس وفيكتس هي النهاية بالنسبة لهم. للشخصيات الكبيرة والصغيرة وترانزيت ما راح نسمع عنهم من اليوم ورايح، يعني ريكتوفن، نيكولاي، ديمسي، تاكيو، خلاص هاي نهايتهم للابد، ما راح نسمع اي شيء عنهم باي شيء بالمستقبل. هذول الشخصيات وهالقصه وهي اللعبه بدات فيها من بلاك اوبس 1 من كينو دير توتن من 2010، وقتها كان عمري 12 سنه بس. اول فيديو زومبي لي في القناه كان بسنه 2012 ببلاك اوبس 2، وكان عمري وقتها 14 سنه، حاليا انا عمري 22 سنه، وجدا فرحان ان كبرت وانا قاعد العب هيك لعبه وعندي ذكريات خرافية فيها، مو لابس سكن موزة قاعد ادبح ناس وارقص فوق جسسهم، ما قاعد اقصد حد. فبهالفيديو جايب لكم شيئين جدا رهيبين. اول شيء بماب تاكدير ان توتن في مثل نار، لما تضغط عليها مربع تسمع الشخصيات الصغيرة والكبيرة قاعدين يتكلموا مع بعض، لو ضلت تضغط عليها مربع اكثر من مرة راح تسمع غنية للشخصيات قاعدين عم يغنوا مع بعض كغنية وداعية يعني قبل ما يموتوا، فالغنية جدا حلوة، فراح احط لكم اياها حاليا لمدة دقيقتين مترجمة للعربي بشكل كامل، لأن خلاص ما راح نسمع من الشخصيات مرة ثانية في حياتنا، فقلت شيء حلو اني اترجم الغنية كشيء وداعي لهم. وثاني شيء جايب لكم مونتاج كله زومبي، من اول فيديو زومبي حملته سنة 2012 لسلسلة الأشياء الغريبة عن الزومبي لبلاك اوبس 3 للحزمة الخامسة للنهاية، مونتاج مختصر فيه آخر 7-6 سنين كله بخمس دقايق تقريبا، وجدا تعبت عليه وإن شاء الله راح يعجبكم. فيلا بلا ما كتر كلام أكثر من هيك خليكم مع الفيديو. Okay everybody, this is awesome. I want you all to join in. I've got to be honest, Nikolai. I'm not sure if I want to join in. I'll sing for my supper. I'll drink to another. I'll tell all ye folks a tall tale. A tall tale? Well, it's all based on fact. Though I should say the act of telling gets taller each day. Eternity. Now you all know tune. It's time for someone else to sing. Ladies and gentlemen, gentlemen, Hank Dempsey. My Aunt Jemima thought nothing was finer than lazing around every day. But my Aunt Jemima lost it all in a fire, including herself, by the way. Jemima line was going somewhere else entirely. Takeyama-san. Yeah, Tak. Give us something about the Emperor. Or honor. Honor is one thing, but I'm feeling nothing but lack of opportunity. Our leaders are watching, but I'm not so eager to let them still watch over me. Nicely done, Takeo. What about you, Rikoffin? Yeah. Do you have any soul? No. I did, a long time ago. But it hurts just to think about it. I started this song, but please don't get me wrong. No one sings unless they want to sing. We're all telling tales and we're all singing songs. Drinking our drinks. From midnight till dawn. I was trying to say something there. Sorry, Rick Toffin, we're not messing with you. We want to hear your dulcet tones. Ain't that right? Yes! Really? Really? This isn't the song that I wanted to sing. But nobody did get what they wanted. I was the nicest one, but you won't even remember me. And if you start to doubt, you should know that without hindsight, we'd all be blind every day. You sorrow the tale of the whale. You were bit by the bite of the shark. Thank you.
السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ معكم شركي على ابو شركه. طبعا اليوم جايبكم مقطع زومبي، اول زومبي بالنسبه لبلاك اوبس قناتي. رايي عن الماب صراحه ماب حلو، بس صراحه اقول لكم اياها صعب، ماب صعب قوه يعني. السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ معكم شركي على ابو شركه. اليوم جبت لكم مقطع صراحه تعبت عليه، اللي هو حل لغز ماب اوتدل كامل مع الشرح بالتفصيل. حل لغز ماب باري جزء ركتوبن بالكامل مع الشرح بالتفصيل الممل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عاصم اوتيز جيمر، واليوم انا في قناه اخوي بشار جيمنج ونفض بشار. هلا والله شباب، اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم جبت لكم حل لغز ماب اورجنز، اخر ماب زومبي مثل ما تعرفون. السلام عليكم، حالكم شباب؟ معكم شركي الشركي كي، وجبتكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم الشباب هو كمان عن الزومبي. اليوم رح احكي لكم معلومه عن ماب اورجنز، يعني اظن تقريبا ولا حد منكم كان يعرف هالمعلومه عن ماب اورجنز. او بموب اوف ذا ديد عيون الزومبي حمراء. طبعا ماب اوف ذا ديد اللي يتحكم بالزومبيز والشيطان او ذا ديفل، نعرف ان هم الالوميناتي او الماسونيه. طبعا اللي ما يعرف عشان يفهم فيديو اليوم، الماسونيه هم مثل جماعه سريه او منظمه سريه تتحكم بالعالم. صعقوا صعقوا شباب، يلا بغيت صعق؟ صعق يا زلمه، انا قاعد اصعق. هذول السكتكيد مش الحال، حلينا مش الحال خلاص. والله كفو يا شباب، اول مره بيس اوف كيك. علينا اللغز يا شباب، الكاتسين بالبر. شوفوا الكاتسين فراس بعد البانزر، بعد البانزر فراس. عندي زحمه، اصبر لا عندي زحمه. الله يلا يا اوكي اوكي روح الطير. ماتت كأنه ماتت ماتت والله. كفو فجروا الوحوش يا شباب، اللي عنده سبيشال. حاسبوا يا شباب، حاسبوا. أيوة ولا مشادات فوق الالف مع الحماس، كان شوي تبقى 100. يلا سامي كيد ايدي، يلا اوكي براس تحمينا بالنهاية. ما فينا ندمج، ما فينا نقصه بيضه تحت شادو مان. حول الله مات رميت سوني كيك باقي نطلق لقوا ايش لقوا وحكوا رغيد. انت طخ رغيد على الكتاب. يسار احكوا لي مثل الكتاب اوكي. يسار حلو يلو. ايوه يور ويلكم صراحه. ايوه بلشوا you know, and it's you know so hard sometimes to be you know what شوفوا ايش ايش ذا اللغز اللي يستهبل؟ سمعت اقول كيف ذا سيف؟ حفظت الكابتن على الغيب. مش
شباب معكم شركيال وشركيكي. حاليا يا شباب انا ببراغ عاصمة التشيك. انا من دعوة من شركة اكتيفيجن لحضور مؤتمر او حضور اطلاق للحزمة الاولى The Resistance The Call of Duty World War 2. شاشة سوداء؟ اوكي. موسيقى الزومبي تنانا نفس موسيقى موب اوف ذا ديد. شخصياتنا الاربعه. ايوه 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 ما صعب عليهم. ايوه نو يو كان هيلب مي. لا لا ركتوفن لا لا ويت ذيس ميراكلز اور كلاميتي. ركتوفن ديمنشنز فورد اور كلابس لوك باث نو اس كان تيك. يلا 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 ساعدني ساعدني ايفن ساعدني ايفن ساعدني. حلو حلو ايوه 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 شباب انا حاضر. بس دقيق عندي فكره لحظه راح اريح. كلهم اخر شيء. My brothers in arms. You were my friends. فيا شباب هيك بنكون وصلنا للنهايه. نهايه قصه استمرت 11 سنه وكان عندنا ذكريات جدا رهيبه معها. وحق اللي يسال بشار متى فيديو التحليل نهايه الزومبي، ان شاء الله راح ينزل خلال اسبوع. بسوي لكم فيديو محترم نفسه بالفا اوميجا، اترجم راديوهات للعربي وكل شيء، فراح يطول شوي. وكمان حق اللي يسال بشار شو راح تسوي في قناتك حاليا بعد ما الزومبي انتهى، اول شيء راح اكمل على فيديوهات التوب 5 والتوب 10 ان شاء الله تكونوا حابينها، عم جيب دعم جدا رهيب. وغير هيك راح العب كوستوم زومبي ان شاء الله بلاك اوب 3، فيها كوستوم ماب وفي مابات جد رهيب. مابات افضل من مابات بلاك اوبس 4، اي في مابات خرافيه. فان شاء الله من فتره لفتره راح احمل فيديوهات كوستم ماب. اي هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات اجمل ذكريات عنكم بهالقصه الرهيبه. وبس كان معكم شركيال شركه كيش كم ديهات تاني ان شاء الله. مع السلامه.